وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. سعادة الشيخ، بعد التحية، كيف ساهم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي دعا جلالة الملك المفدى إلى إنشائه في تعزيز واحترام حقوق الإنسان؟ أولا نبارك لجلالة الملك ولشعب البحرين على هذا الإنجاز، بالرغم أنه لم يكن هذا الإنجاز الإنجاز الأول، بل بالعكس جلالة البحرين في هذا المجال إنجازات كثيرة، والبحرين في الحقيقة يحق لها أن تحتفل بمثل هذه الإنجازات. كل ذلك في الواقع الإنجازات هذه على مستوى حقوق الإنسان دوليا يعود فضلها إلى جلالة الملك وجهوده فيها في هذه المجالات. جلالة الملك هو الذي نقل هذه الجهود وهذا الواقع الذي نعيشه في البحرين. نعم. من تسامح ديني ومن حقوق إنسان نتمتع بها ويتمتع بها كل بحريني ومقيم إلى العالمية. فإنشاء طبعا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هو مركز عالمي، هو جزء من هذه الجهود التي طبعا قام بها جلالة الملك منذ عام 2001. في الحقيقة توجه خارجي دولي عالمي، وبالتالي من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا هناك في الحقيقة الكثير من الإجراءات التي اتخذت من عام 2001، سواء في تنظيم مؤتمرات دولية في قضايا التسامح، في قضايا الحوار الديني، الحوار والمشاركات العالمية الدولية. نفس جلالة الملك وأشارك في اجتماعات خاص على مستوى عالي جدا في هيئة الأمم المتحدة يخص بالتعايش السلمي والتسامح. فلذلك طبعا هذا هو في الحقيقة الذي رسم لنا طريق التعاون مع دول العالم ونقل تجربتنا البحرينية ووقعنا إلى العالم. مركز طبعا الملك حمد. نعم. العالمي يهدف بطريقة وأخرى إلى نقل هذه التجربة، إلى نقل رؤى جلالة الملك وفكرة بالنسبة للتعايش السلمي العالمي. نعم. فنحن هنا في الحقيقة دورنا الأساسي دور على مستوى عالمي، بالرغم من أنه طبعا الكثير من المحافل سواء كانت دولية أو محلية، إلا أن التركيز في الحقيقة سوف يكون على أو يكون على مستوى على هذا المستوى. بلا شك أن من هذه الإجراءات في الحقيقة ومن المهم جدا أن نذكر إعلان مملكة البحرين. إعلان مملكة البحرين هو في الحقيقة فكر ورؤى وكتابة جلالة الملك بنفسه. نعم. هو هذا 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 الإعلان في الحقيقة على المستوى الدولي كوثيقة عالمية أو دولية تستطيع أن تنقل تجربة البحرين وتنقل ما ممكن أن نقوم به على المستوى الدولي للتعايش السلمي، وخاصة اليوم المنطقة العربية بالتحديد إقليميا تعاني من هذه المشكلة الأساسية. فنحن في البحرين من خلال مركز الملك حمد نريد أن نخفف آلام هذه التجربة، آلام طبعا الحالات التي تعيشها بعض الدول العربية بسبب التعصب والعنف، ونريهم بأننا نستطيع مثل ما هم عايشين هناك نستطيع في الحقيقة أن ننقل تجربتنا في البحرين ولكي يعوا ويروا ما ممكن أن تقوم به البحرين وكيف يعيش شعب البحرين من تسامح ديني وتعايش سلمي. ولذلك أعتقد بأن جهودنا في مركز الملك حمد هي جهود تصب بالدرجة الأولى. نعم. على هذا المحور.
بكل تأكيد سعادة الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي ورئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جهودكم واضحة ومشكورة في هذا المركز ونبارك لكم هذا الإنجاز. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الفاضلة.